وزوجتي لا تتكلم إلا بالإشارة. قال فلما تعبنا قامت وجمعت كل الأدوية ورمت بها في القمامة أكرمكم الله، وصارت تواظب على صلاة الليل، فوالله ما أيقظني في ليلة من الليالي إلا وصوتها تقرأ القرآن. قد شفاها الله. يقول أحد العباد، وقد ذكر قصته ابن الجوزي، يقول أصابني مرض فأقعدني، ثم ذهب بصري وأصبحت كالميت، أسقى وأنا ريان، وأترك وأنا عطشان، وأطعم وأنا شبعان، وأترك وأنا جائع. فزارت امرأة زوجتي وقالت كيف فلان؟ قالت لا ميت فينسى ولا حي فيرجع. فلما قالت زوجتي هذا الكلام تألمت ألم شديد، وقلت لا أستطيع الحراك. فلما كانت ساعة السحر دعوت الله عز وجل، دعوت واجتهدت في الدعاء حتى غلبني ما أنا فيه، فنمت نوم خفيف، فاستيقظت وإذا يدي على صدري وكانت مطروحة بجانب، فلما رأيت على صدري حركتها فتحركت، فكنت أجن من الفرح، فحركت الثانية فتحركت، فقمت فإذا أنا أمشي، وفتحت باب الغرفة فإذا بي أرى النجوم، فقلت الحمد لله، وإذا بي أتكلم، ورد الله عز وجل علي كل ما أخذ مني بدعوة في السحر.